بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، من سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من باب الرد على الكفرة المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يزعمون أنهم لا يعذبون، وأن ما يخبر به الرسول من عذاب الكفرة والفسقة والعصاة أنه غير صحيح. الله جل وعلا يسألهم سؤال إنكار: هل اطلعوا على الغيب وعرفوا أن الله لا يعذبهم ولا يعاقبهم ولا يعاقب غيرهم ممن عملوا مثل عملهم؟ ليس عندهم من علم الغيب شيء، الغيب لله عز وجل، لا يطلع عليه إلا الله. هذا من باب الإنكار عليهم، وأنهم يأمنون من العذاب ومن مكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد عبد الله يقول: الشيخ، ما الأحكام المتعلقة في اللحوم المستوردة من الخارج؟ نرجو الإجابة حول ذلك. اللحوم المستوردة من الخارج مشكلة، لأنها إن جاءت من بلاد مشركين وثنيين فإنها لا تحل بالإجماع، لأنها ذبائح كفار ومشركين، فلا تحل بالإجماع. ما إن كانت تأتي من بلاد كتابيين من اليهود والنصارى، الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يذبحوها على الطريقة الشرعية في محل الذبح، وأن يقطع ما يجب قطعه من المريء والحلقوم وأحد الوديجين أو الوديجين جميعا. هذا إذا حصل من المسلم أو من الكتابي وحصل إنهار الدم فإنه تحل الذبيحة. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم يعني ذبائحهم، بهذا الشرط أن يذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها على غير الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء والماء الحار وغير ذلك من وسائل التصدير، تصدير اللحوم، أي تذبح آليا وتقطع وتعلب ولا يتولى ذبحها متأهل للذبح من مسلم أو كتابي، وإنما يتولى ذبحها الآلات، آلات المصنع، فهذا لا يجوز أكله لأنه غير مذكى، إما موقوذ وإما منخنق وإما إلى آخره. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا الشرط. فلا بد من تأكد من هذه الذبائح كيف ذبحت، وإلا فالمسلم وسع الله عليه، الذبائح الشرعية كثيرة ولله الحمد، والبلد فيه ولله الحمد إنتاج لحوم، ويذبح على الطريقة الشرعية، وما يجلب في بلاد المسلمين مما ذبح في بلاد المسلمين فهو حلال، وأما ما ذبح خارج بلاد المسلمين اليوم فهذا فيه شك، والمسلم يحتاط لدينه وعرضه ويتقي الشبهات ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، هل يجوز لي أن أشتري السلعة وأقوم ببيعها على شخص قد عرفته بل وتيقنت قبل شرائي للسلعة بأنه سوف يشتريها مني، مع العلم بأنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق
مسبق، بل لمعرفتي بالشخص تيقنت أنه سوف يشتريها مني. إذا كان هذا عن مواطأة واحتيال على الربا فلا يجوز، أما إذا اشتريتها بنية التملك والانتفاع بها وسلمت ثمنها، سلمت ثمنها للبايع ثم بدا لك أن تبيعها فلا مانع أن تبيعها على من اشتريتها منه، لأنه ليس هناك مواطأة بينك وبينه وليس هناك احتيال على الربا، فلا بأس أن تبيعها عليه أو على غيره. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ أنا أصلي ولكن أفعل بعض المنكرات، فما هي نصيحة الشيخ لي ولماذا لم تنهاني صلاتي عن المنكر؟ حافظ على الصلاة ولا يكون عندك وساوس من الشيطان، حافظ على الصلاة واترك المنكرات، الصلاة يعينك الله بها على ترك المنكرات، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كون عندك شعور بهذا هذا دليل على أن الصلاة أثرت فيك وأنك تخاف الله عز وجل، أترك المعاصي واستعن بالله عز وجل. نعم. هذا سوداني مقيم بجدة يقول: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وما حكم من ترك قراءة البسملة في الصلاة عمدا أو نسيانا إماما أو منفردا؟ الصحيح أن البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم، ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية في هذه السورة، وما عداها فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، وإنما كانت تنزل للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال، وهي ليست من الفاتحة على الصحيح عند جمهور أهل العلم، بدليل الحديث الصحيح أن الصحابة الذين صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر وخلف عمر وخلف عثمان كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، دل على أنها ليست من الفاتحة، وأن من تركها فصلاته صحيحة، وإنما يستحب الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا: اختلفنا أنا وزملائي في الدرس في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا خوف ولا مطر، هل هذا فضيلة الشيخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكون في عهدنا هذا أيضا؟ هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح وعنه جوابان: الجواب الأول أنه من المشكل، من مشكل الأحاديث فلا يتعرض لتفسيره، والجواب الثاني أنه محمول على المرض، إذا كان من غير خوف ولا سفر ما بقي إلا المرض، فيكون محمول على عذر المرض أو على عذر وجود المطر في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، فلا بد له من محمل صحيح، أو يقال هذا من مشكل الأحاديث ولا يتعرض لتفسيره، ونرجع إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصلوات في أوقاتها، وأنه لا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي مثل المرض مثل السفر مثل المطر، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، وإلا فالأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. فلماذا نترك الأحاديث الصريحة البينة الواضحة ونذهب إلى حديث مجمل مشكل؟ هذا لا بد إما أن يحمل ويفسر بالأحاديث الصحيحة ويرجع إليها ويكون من المتشابه يرجع فيه إلى المحكم، وإما أن يقال هذا مشكل ويذهب ويعمل بالأحاديث الصحيحة الواضحة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. تقول هذه السائلة: إذا ابتلي الإنسان بوالد سيء الخلق كثير الشتم والسب وأيضا كثير التضييق على أولاده، فهل صبر الأبناء عليه والبنات يؤجرون عليه؟ نعم، ومن البر به أن يصبروا عليه وأن يطيعوه في غير معصية، يطيعوه في غير معصية الله ويصبروا عليه ويبروا به، هذا من حقه عليهم، ولو كان سيء الخلق يصبرون عليه وينصحونه عن الألفاظ البذيئة والألفاظ المحرمة كاللعن والسباب والغيبة والنميمة. نعم. تقول السائلة: يا شيخ إذا أردت نقرأ القرآن وأكرر سورة الإخلاص فهل يلزمني البسملة في كل مرة أم تكفي الأولى؟ يستحب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل
السورة سواء كررتها أو لم تكررها. نعم. من صام يوما بنية أنه نافلة وفي أثناء النهار تذكر أن عليه صوم واجب، فهل يحول النية إلى الصوم الواجب وهل يجزئه ذلك؟ لا يجوز هذا ولا يحوله إلى الصوم الواجب، لأن النافلة لا تحول إلى فريضة، بالعكس فإن الفريضة هي التي يجوز تحويلها إلى نافلة، وأما تحويل النافلة إلى فريضة فهذا لا يجوز ولا يجزي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تقليد القراء، وقد انتشر هذا في مقطع لسورة الفاتحة بقراءة الأولى بقراءة وثانية بقراءة وكذلك ثالثة وهكذا. تقليد القراء في الإتقان، إتقان القرآن، تصحيح التلاوة، هذا طيب وواجب، وأما تقليد القراء بالصوت فقط والأصوات فهذا تكلف، وهذا يمجه المستمعون ويمجه الناس إذا لم يكن بصوتك خاص، وإنما تتكلف أصوات القراء وتقلدهم، هذا فيه تكلف وفيه أيضا تمليل للناس واستماع الناس لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للفقراء، ما الأفضل، هل أعطيهم نقودا أم أشتري لهم بعض الأغذية والمواد الغذائية وأقوم بإيصالها إليهم؟ الأصل أن تعطيهم النقود من الزكاة، يعني أن تعطيهم النقود ليتصرفوا فيها على حسب حاجتهم، إلا إذا علمت أنه يسيء التصرف في النقود إذا أعطيته إياها ولا يحسن استعمالها فلا بأس أن تشتري له بها أغراضا من الطعام والشراب أو الكسوة تدفعها إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل الشيخ، من هم السلف الذي يحتج بقولهم في الكتاب والسنة؟ السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، قرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. القرون المفضلة هم السلف الصالح والذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم السلف الصالح. نعم. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول لي مجموعة من الأسئلة، أبدأها بالسؤال الأول عن حديث اقرأوا على موتاكم الفاتحة، فما حكم قراءة الفاتحة على روح فلان؟ هذا ما هو بحديث، هذا موضوع. الذي ورد اقرأوا ياسين على موتاكم هو حديث ضعيف أيضا، فلا يقرأ الفاتحة، لا تقرأ على الجنازة يعني في حضورها، إنما تقرأ في الصلاة على الجنازة، تقرأ في الصلاة على الجنازة، ولا تقرأ بدون صلاة كما يفعله المبتدعة، قراءة على الجنائز، القراءة على المقابر، القراءة هذا لا يجوز، ما ورد به دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما الأسباب المعينة على إصلاح السرائر؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله أن يصلح نيتك وقصدك وأن يرزقك الإخلاص، وأن تخاف من الرياء، تخاف من الرياء والسمعة. نعم. يقول هذا السائل، ما حكم وما رأيكم يا شيخ في إمامة من به حدث دائم، هل يقدم في الصلاة وغيرها؟ لا تصح صلاته بالأصحة، وإنما تصح صلاته بمن هم مثله من أصحاب الحدث الدائم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تأخير صلاة الجمعة أيهما أفضل، التبكير للخطيب حيث يجلس في غرفة قريبة من المنبر، أم التأخر يجلس في البيت ثم يأتي عند بداية الخطبة؟ يتبع الأسهل عليه، إذا كان الأسهل عليه أن يأتي ويجلس في غرفة ثم إذا دخل الوقت قام وخطب وصلى، وإن شاء بقي في بيته حتى يريد الخطبة ويأتي، هذا إذا كان بيته قريبا، ما إذا كان بيته بعيدا ويأتي إليه من مسافة فيحتاط، يأتي مبكرا ويجلس في الغرفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول يسأل عن في البيع والشراء العربون، ما ضابطه ولمن يعطى؟ العربون هو بعض الثمن، إذا اشتريت سلعة بالخيار، اشتريت سلعة ولك الخيار مدة محددة، ما أن تمضي وإما أن
تردها يقول لك البائع أعطني عربونا يعني ليتوثق منك، فتعطيه عربونا يكون بعض الثمن. فإذا عزمت على السلعة تكمل له الثمن، وإذا لم تعزم عليها وتركتها يكون العربون لصاحبها، لصاحب السلعة، بدل ما حبستها عليه وفوت عليه الزبائن. فالعربون هو لصاحب السلعة إذا تنازل المشتري عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل الشيخ عن حكم ترتيب أعمال العمرة، وما حكم أيضا تقديم السعي عن الطواف؟ يقول قرأت أن هذا جائز. ترتيب أحكام العمرة لا بد من طواف أولا، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير. على هذا الترتيب هذا واجب لا بد منه، لا يجوز تقديم بعضها على بعض، لا يجوز تقديم الحلق تقصير على الطواف والسعي للعمرة، لا يجوز تقديمه على السعي للعمرة. وأما تقديم الطواف على تقديم السعي على الطواف فالسنة والمعروف الذي عليه جماهير أهل العلم أن الطواف قبل السعي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسعي بالطواف، بدأ بالطواف في البيت، ثم خرج وسعى بين الصفا والمروة، وقال ابدأوا بما بدأ الله به. فهذا هو المتعين. وإن كان بعض العلماء أفتى بتقديم السعي على الطواف، فهذا مبني على حديث ورد في رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا محمول على أنه نسي. وأما تعمد تقديم السعي على الطواف فهذا يخالف ما فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، وما كان المسلمون يفعلونه. الرسول دخل وتجاوز المسعى مع أنه على طريقه، فلماذا لم يبدأ بالأسهل يؤدي السعي أولا؟ تجاوز المسعى وذهب إلى الكعبة وطاف بها 7 أشواط ثم رجع إلى المسعى بعدما طاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الفدية والأضحية والهدي؟ الأضحية ما يذبح في البيوت في سائر الأرض، بيوت المسلمين في سائر الأرض. وأما الهدي فهو يختص ذبحه إذا كان هدي تطوع أو هدي واجب يذبح في مكة في الحرم، ثم محلها إلى البيت العتيق. وأما هدي الجبران فيذبح حيث وجد سببه. وأما هدي النسك وهدي التطوع فهذا يذبح في الحرم داخل الأميال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال الطويل، ملخصه فضيلة الشيخ يقول: شخص باع سيارته على آخر بمبلغ، فاتفق معه وذهب جميعا لفحص السيارة، وكانت نتيجة الفحص إيجابية، وتبايع الطرفان وكتب العقد، وبعد تفرقهما ب3 أشهر اتصل المشتري على البائع وأخبره بأن السيارة فيها عيب، وأنه إذا أراد أن يبيعها سوف ينزل من سعرها، وطلب من البائع الأول أنه إذا باع السيارة ونقصت القيمة عن السعر الذي اشتراها به فيجب أن يكمل البائع الأول السعر حتى تصل إلى القيمة الأولى، علما بأن البائع لا يعلم بالعيب الذي ذكره المشتري، حيث إن السيارة كانت معه لمدة 7 سنوات. هذا تناقض، كيف يقول فحصناها هو البائع ولا وجدوا فيها شيئا ثم وجد بها عيبا بعد ذلك؟ هذا يترجح أنه حدث فيها عنده بعدما استلمها، ولكن هذه خصومة في الواقع ترجعون فيها إلى المحكمة الشرعية. وإذا تسامح البائع عنه وتنازل عن البيع واسترجع السيارة فلا بأس بذلك، أما من ناحية الإلزام فهذا يرجع إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول فضيلة الشيخ: هل للمرأة أن تقوم بذكاء أضحيتها إذا لم يكن في البيت من يقوم بهذا؟ وما حكم الذبح ليلا بالنسبة للأضاحي؟ لا بأس أن تذبح المرأة، المرأة تذبح مثل ما يذبح الرجل، الأضحية وغير الأضحية، سواء كان في البيت رجال أو لم يكن فيه رجال جائز، لأن امرأة كانت ترعى الغنم عند أحد فعدى الذئب على بعضها، أو عند مكان خارج المدينة فعدى الذئب على واحدة منها وافترسها فأدركتها وهي حية فذكتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلها لغيره من الناس. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.